يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توجد شجرة يقطع منها عرق فيربط حول العضد فيقوم بامتصاص المادة الصفراء وهو ما يسمى الآن بفيروس الكبد، ثم ترمى بعد امتلائها ويتعافى المريض بإذن الله، فما حكم لبس هذه وهل هي تشبه التميمة؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء إذا قرروا أن له خاصية، وأنها هذا أمر طبي ما هو أمر اعتقادي. نعم.